الأخبار اللي حصلت امبارح، حملة ميت يوم صحة قدمت أكثر من 124 مليون خدمة مجانية خلال 78 يوم، ووزارة الداخلية كمان نظمت بطولة دورية لقفز الموانع بوادي الفروسية. كمان كان في تخريج لكوادر أمنية بأكاديمية الشرطة، تفاصيل أكثر هنستعرضها مع حضراتكم في سياق العرض التالي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت إعلان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان تقديم 124 مليون 112 ألف 658 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى الخميس 17 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. امبارح وفقا لما اعلنت عنه وزاره الداخليه، نظمت بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسيه والهيئه العامه للخدمات البيطريه البطوله الدوليه لقفز الموانع بوادي الفروسيه للشرطه بمنطقه عين الصيره، واللي بيعد صرح رياضي بيدعم الرياده المصريه في رياضه الفروسيه. بتقام فعاليات البطوله على مدار 3 ايام خلال الفتره من 17 حتى 19 اكتوبر 2024 بمشاركه عدد 175 فارس وفارسه من دول مصر، سوريا، ليبيا، فرنسا، المانيا، استراليا، هولندا وجنوب افريقيا، بالاضافه لعدد 175 جواد اجنبي لقفز الحواجز بمختلف الدرجات والارتفاعات. وبيعد تنظيم البطوله على ملاعب وادي الفروسيه للشرطه. امبارح نظم مركز بحوث الشرطه باكاديميه الشرطه بالتنسيق مع الوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه بوزاره الخارجيه احتفاليه لتخريج المتدربين بالدورات التدريبيه في مجالات مكافحه الارهاب الدولي وتنميه مهارات القيادات الامنيه والشرطه المجتمعيه وحمايه حقوق الانسان. وده خلال الفترة من 24/8/2024 حتى 17/10/2024، وشارك بيها 56 متدرب من الكوادر الأمنية الإفريقية بيمثلوا 21 دولة إفريقية، فضلاً عن دورة تدريبية في مجال حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة شارك فيها 16 متدرب بيمثلوا 6 دول كومنولث خلال الفترة من 7/9/2024 حتى 17/10/2024.